علاش احنا ديما منفردين؟ باهي العالم كله عندهم تهريب، العالم كله فيها البدول الاخرى تجيب الدول المسلمه ممنوع المخدرات او ممنوع السكير او ممنوع في عندهم بضاعه ممنوعه، يعني احنا مش يونيك، مش دوله بروحنا، فيها البدول الاخرى. ليش ما داروش هم اللي درت حضرتك نظام التتبع هذا؟ للاسف يعني نقولها بمراره ان احنا دوله يعني تعتبر متخلفه جدا مقارنه بالدول الاخرى. جيلي مصر جنبنا عندهم مشروع شبكه التجاره في مصر، يوفر في بيانات لو تطلع عليه حتى اونلاين تلقى بيانات كامله على يعني حركه التجاره، الخارطه الاستثماريه، عديد من البيانات اللي يوفروا فيها. تونس انا اعتقد عندهم شركتين يمكن تونسيه وفرنسيه في موضوع التتبع، بس مش مسمينها تتبع اكيد، يعني مسمينها حاجه اخرى، لكن في النهايه يعطي نفس الغرض ويجيب نفس البيانات. القضيه الاساسيه انك يعني للاسف ما نقدرش نقارن روحي باي دوله في العالم بالنسبه لليبيا، يعني ليش استثناء يعني حتى السودان وتشاد ممكن ما نقارنش روحي بهم. نحن الدولة الوحيدة اللي عندنا الدولار اللي برا أكثر من اللي جوا، اللي عندنا الدينار اللي برا أكثر من جوا. أنت يعني سنة 2019 اللي صدر في شكل بطاقات يمكن 10 مليار دولار. تصور اللي نجاب كاش، أنا واحدة من المعلومات اللي تفاجأت بها مؤخرا، اللي نجاب كاش من عملة أجنبية اللي داخل ليبيا واللي كان سبب في يعني حصول بعض العقوبات، هي مش عقوبات مباشرة ورسمية على توريد الدولار لليبيا لكن كانت بشكل غير مباشر، هي توريد المركزي لعملة صعبة بأكثر من 25 مليار دولار كاش، عملة صعبة دخلت ليبيا. هذا وين أمتى؟ في 2011 و12 و13. في سنتين، أقل من سنتين ونص، دخلت عملة بأكثر من 25 مليار دولار كاش، يعني ما عمرها صارت في العالم ولا حتصير. فتخيل معايا أنا بنمشي لأي نظام ممكن يحكم لي ويتحكم لي في الوضع الاقتصادي القائم، يعني مستحيل تقدر تضبط حركة تجارة ولا تقدر تتحكم فيها ولا تقدر. أنا مقدر أنك أنت وزير وأنا مقدر هذه القضية الأساسية. أنت قلت لي قارن. نعم تفضل. معلش سمحني دكتور، ضيق الوقت وأنا عندي مجموعة أسئلة كبيرة جدا. لازم أسألها. يعني استشفيت من كلامك أن في حد يشاكس في هذه الإصلاحات وهو مصرف ليبيا المركز، خلينا نتكلم، هل هذه المشاكسة استمرت أيضا بفتح الحدود البرية؟ يعني الاي سي تي ان يفتح من هنا وفي حدود برية تفتح، وكأن في ضرب لهذا الإصلاح، هيك فهمتني؟ نعم، هو طبعا كان غريب شويه، ما نعرفش اللي صار، لكن الاي سي تي ان طبعا حنطوروه حتى للحدود البريه في الايام القادمه. بطلع اي سي تي ان حتى خلال ايام البرية. خلال ايام حتى للبريه. نعم حيتم التنسيق مع دول الجوار وحيتم فرضها على اللي قادم برا. فقضيتنا الاساسيه لماذا نحن توجهنا لهذا النوع من المنظومات اللي تطبق فيه دول متخلفه في افريقيا. كل هذه الدول تعاني من نفس المشاكل، منظوماتها المصرفية ضعيفة ومتهالكة، السعر السوق الموازي عنده يعني فيه الكثير من الأموال، الفساد كبير جدا.